بلاش ان الواحد يعمل لحد سونار ما يكونش فاهم فيه لمجرد انه يعني بيتمنظر او بيطمنه، ده كارثه. كلمه مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين ماده سامه، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهبل. البول جزء من وظائف الكلى، يعني ساعات كتير قوي دكاتره يطلبوا وظائف كلى وما يطلبش بول. ينساه. مش ينساه، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى اورام كبد شخصيا او جايله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص من الموجات الصوتيه. موجات صوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه. الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الاستاذ الدكتور حسام موافي، عضو مجلس جامعه القاهره، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العين، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العيني، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. واحد يجي لك بألم هنا فتقول له ايه؟ ده شوية التهاب في جدار المعدة، تمام وارد، بس في فارق بين ألمين وتكتب له شوية أنتاسيد ومسكنات ألم وبتاع وخلاص ويروح، ويطلع مشكلة في شريان معين من الشرايين التاجية، الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي. أنا بقول للطالب اللي داخل كلية الطب وما بيذاكرش سيب الكلية. لماذا؟ لو أنا ما ذاكرتش وعيان مات مني ده قتل عمد. لو أنا ذاكرت وعيان مات مني ده قتل خطأ. وشتان في ديننا بين القتل العمد والخطأ. أنت ما ذاكرتش وبتشتغل دكتور. متأسف. قد تكون الدوخة لا علاقة لها بالسكر. لا علاقة لها بالسكر خالص، وتكون من الضغط، تكون بتاخد دواء بيدوخ، وارد جدا جدا. لكن لو أنا جات لي حالة زي دي أول حاجة أفكر فيها خلل في الجهاز العصبي. ويل للمكذبين، تتقال 10 مرات ورا بعض. ويل يومئذ للمكذبين، 10 مرات ورا بعض. ويل المكذب، هسوي بيه واحد فوت العشاء يا إما؟ ما هو ويل للمصلين، يبقى هو مصلي. الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني نسي واحدة، نسي الظهر، نسي العصر، لا يمكن يكون المقصود ده. الحالة الثانية بيعاني من عرض قد يعني البعض يطنشه وده كارثة، هي بيعاني من إسهال من 4 شهور مع وجود دم ومخاط بالبراز، مع وجود دم في البراز. بقى له قد إيه؟ 4 شهور. بيقول تناولت جميع الأدوية المطهرة للمعدة والمضادات الحيوية ولا أشعر بأي تحسن، فبما تنصحني؟ أنصحك، ده أنا هلبسك في زبارة رقبتي. أنصحك تروح امبارح
امبارح مش بكره تعمل منظار. بالظبط، لان ده قولون تقرحي غالبا. ثلاث شهور دم ومخاط واسهال 99% هيطلع قولون تقرحي، لا المضادات تصلحه ولا المطهرات تصلحه، ده عايز كورتيزون. فده مهمل جدا جدا يا ابني، تروح بكره الصبح. النهارده ايه، مش بتاع يوم الخميس، يوم بكرة. الجمعه في شغالين الجمعه. تعمل منظار قولون ان ده هيطلع قولون تقرحي، والقولون التقرحي علاجه هو مرض مناعي، فعلاجه الامثل هو الكورتيزون بس. هنحط لك مع الكورتيزون شويه حاجات لعب عيال كده، بس هو الاساس هو الكورتيزون او ما هو يضاد الجهاز المناعي، يعني ادويه الكورتيزون واولاد عمها. لو احنا حطينا وجود دم ومخاط بالبراز او وجود دم في البراز، هل ممكن ده يكون كانسر كولون؟ يس، سرطان في القولون طبعا. بس برضه المنظار حجيب طبعا. احنا بقى بنقول الاحتمالات الاخطر. طبعا. بس هو سنه قد ايه؟ هو مش قايل سن. مش قايل سن؟ لا مش قايل. يعني طبعا سرطان القولون ملوش سن. ملوش سن بيجي في اي حاجه، بس ده هيتشخص بالمنظار. بالمنظار. يعني حاله زي دي ملهاش غير منظار. المنظار ما يخوفش. لا يخوف ليه؟ انا بقول للناس، لانه الناس عادي تيجي تقول لهم منظار يجري منك. طبعا. نقعد نجري وراه في الشوارع. قصه بقى. على فكره يعني يقول لك اقول له المنظار لازم تعمله، بس ده خطر يا دكتور. اقول له ليه؟ بيقولوا. اقول له مين اللي بيقوله؟ مين اللي بيقوله؟ هل مين اللي بيقوله؟ طب ما انت مع استاذ في كليه الطب، لو خطر هقول له خطر. يقول لك بيقولوا. فبلاش نسمع من بعض، اسمع من واحد ذو حيثيه بيفهم في الكلام ده. مش بيقولوا دي مش عايزين نسمعها خالص. يعني المنظار مش خطر على الاطلاق. خطر ايه؟ أرجوكم لو طلب منكم منظار، في سواء منظار قولون أو منظار معدة، نفذوا الأمر، لأن المنظار والحاضر. بالظبط، نفذوا الأمر. أشعر بنهجان، وده من الأعراض اللي لازم أقف قدامها أعمل تعظيم سلام. يزيد مع أقل مجهود، وقمت بعمل أشعة صدر لشك في إصابتي بكورونا، كانت النتيجة سلبية. عمرها بقى 17 سنة، عمره 57 سنة، 57 سنة ومش مدخن. وسؤاله ذكي، قال ما هي الاحتمالات؟ طبعا نهجان عرض سخيف. عرض سخيف. يعني أي حد يا أخوانا من اللي سامعنا ينهج، جري على الدكتور. النهجان ده من واحد نفسيا تعبان لواحد بيموت. مرن بعشرين تلاتين احتمال من واحد نفسيا تعبان، بس النفسي نهجان معروف، ما اسموش نهجان، اسمه التنهد. حتى يعني اي دكتور قاعد يمثله العيان عشان يقول له ايوه الله ينور عليك، يقول له يعني انت مش عارف تملى صدرك هوا بتعمل كده، يقول له بس ارتحت. يبقى ده تنهد نفسي. والعيان بيعرفه في الحال. في الحال اقول له انسان حساس مش عارف تملى صدرك هو، يعني كل شويه تعمل كده، يقول لي اقول له انا خلاص مطمن. بس خلي بالك، اوعى تسكت بعد ما العيان يقول كده. اكشف عليه، اكشف عليه، ولا مش هيطلع مقتنع. وبالعكس، ده تكشف عليه في وقت اطول من العادي. عشان ايه بقى؟ يتبسط. لا، ويقتنع. ويقتنع، ما اتبسط، بقى شايف ان انت اهتميت بيه. يعني تقييم المرضى لنا مختلف عن الحقيقه تماما. انا فاكر جمله حضرتك قلتها لنا زمان، قلت لنا ايه؟ الدكتور مظلوم يا عيني، لان اللي بيحكموا عليه اتنين، والاتنين ما بيفهموش الطب. لا لا، ده الطالب والمريض. تلاقي واحد مثلا يقول لك ده دكتور ممتاز، ده سمعته طول كده يا عم الحاج. فانت الناس فاكره اللي يغيب في الكشف يبقى دكتور كويس. كويس ماشي على مهله،
بس انا جبت اللي انا عايزه في ثانيه. خلاص انا جبت في كشف بيطول في كشف ما بقاش محتاج في ثانيه. ده بقى نفسي لازم تطول في الكشف عشان يبقى حاسس ان انت يقول لك يا ده ما كروتنيش مش عايزين نسمع الكلمه دي. لواحد بيموت جلطه في الرئه ما ده بينهك وبينهك بشده وممكن بعديها بدقايق يفقد روحه. ودي اللي انا حكيت عليه اللي انا حكيت عليه انا فاكره لغايه دلوقتي. شوف من 25 سنه كان عيان وقف مع الزميل واحنا امتياز بيشتكي من نهجان مش قادر يتكلم. كان جلطه رئه لكن معظم النهجان هو بيقول انا مش مدخن يبقى غالبا ما نتكلمش في مشكله رئه غالبا ولو ان وارد يعني اللي عنده ورم في الرئه ما هو هينهج وجايز ما يكونش مدخن لكن نحط للقلب مكانه كبيره جدا في النهجان خاصه الناحيه الشمال. هبوط الجهه اليسرى للقلب يسبب نهجان غير عادي لدرجه العيان ما يقدرش ينام فلات ما يقدرش ينام على ظهره لازم يقعد. فدول يكشف عليهم كويس جدا مش صدرا. هو بيقول عملت اشعه مقطعيه على الصدر على اساس ان هو كورونا طالع مش كورونا يبقى الصدر مستبعد. نمسك القلب بقى هل عمل موجات صوتيه للقلب؟ هل حد حط السماعه؟ ضيق الصمام المترالي زعيم نهجان نهجان ما حصلش زعيم. فاحتمالات النهجان كثيره جدا تبدا من واحد نفسي لواحد جلطه رئه يكون بيتوفى. مرن بقى بهبوط الجهه اليسرى ضيق صمام ضيق الاورطي ضغط مش متعالج ضغط عالي ومش متعالج كويس. في حاجات نهجان لا علاقه لها لا بالقلب ولا بالصدر لا علاقه لها مثل تغيير حموضه الدم. تغيير حموضه الدم حموضه الدم 7.4 اذا تغيرت الى الحامضي الدم بقى حامضي العين ينهج يوريميا مثلا. وهنا نقول سبحان الله والله سبحان الله فعلا يعني انا وانت نقوم نسجد لله نقول ايه ده ايه الفن ده. في في غاز اسمه ثاني اكسيد الكربون الناس كلها عارفاه. ثاني اكسيد الكربون لما يذوب في الميه يعمل حامض كربونيك. حامض كربونيك ده حامض طب ما انا عندي حموضه في المعد في الدم وكمان حامض كربونيك يوم اغسله اطلع ثاني اكسيد الكربون يوش يوم يريح الحموضه فهو بينهج عشان يتعالج. يبقى ثاني اكسيد الكربون بغسله لان وجوده في الدم بيعمل حامض وانا من الاصل عندي حامض الكله. الكله تعبانه ما بتخرجش الحامض فبالتالي استخدم الرئه عشان اخرج ثاني اكسيد الكربون لان ثاني اكسيد الكربون اذا داب في الدم هيعمل حامض اسمه حامض كربونيك يزود حموضة الدم. فسبحان الله تلاقي العين بينهج اهو ده لا قلب ولا صدر خالص. النهجان قد يكون من البطن واحد عنده استسقاء ابتدى الحجاب الحاجز يعلى مش قادر يتنفس زي الست الحامل في شهر التاسع ما بتنهج بس دي نهجان فسيولوجي ما هوش خطير خالص يعني بتتحسن بعد الحمل او بترجع طبيعيه بعد الحمل. الحالة اللي جاية دي متكررة وبرضه بتتاخد في مجتمعنا المصري بشكل من الاستهتار. يعني أنا لسه كنت قاعد معزوم في عشاء وصديقة عزيزة قالت لي إنها عندها تاريخ من نزيف الأنف قبل يعني نزفت من مناخيرها كذا مرة وأنا استغربت وسكت أنا هحكي الكيس ونترجم الموضوع. بيعاني من نزيف متكرر من الأنف عمره 17 سنة بس هو قال بقى هنا ان ضغطه طبيعي الابحاث المطلوبة للوصول للتشخيص السليم ايه. ده راجل طلع الضغط من القصة يعني ده مش ضغط لكن اللي انا حكيت عليها دي كانت ضغط عالي. المفاجأة العجيبة ده كلام موجود في كومار موجود في كومار. المفاجأة العجيبة انه مفيش علاقة يعني الضغط العالي ما ينزفش ده الناس هو اللي عالي الضغط يعني انت العيان بيجي لك ضغطه عالي ونزف من انفه فكل العلماء ربطوا الاثنين هو العكس هو الضغط العالي ما يخليش الانف تنزف خالص
لكن نزيف الانف لما تشوف الدم ضغطك يعلى. هو في كوينسيدنس ممكن يحصل، ممكن صدفه الاثنين يجوا مع بعض. هو ولد صغير مش كده؟ 17 سنه. 17 يعد الصفائح. فكر. يعد صفائح دمويه. اي تي بي، الاحتمال الاول في حالته اي تي بي. اي تي بي اللي هي نقص صفائح دمويه، واذا كان كده له علاج سهل جدا جدا برضه كورتيزون بالاضافه الى استئصال الطحال. لكن يعد الصفائح، الصفائح الدمويه يا ابني بين 250 الف ل 450 الف. لو هي السبب هتلاقي 70 الف 80 الف 40 الف هتلاقيها واطي. نقص الصفائح بيعمل نزيف تلقائي تاني. نقص الصفائح يعمل نزيف تلقائي، يعني يبقى قاعد وفجأة أي حاجة تنزف، المثانة، الكلى، المعدة، الأنف، العين، تلقائي مش عايز مجهود، بعكس الهيموفيليا. الهيموفيليا لازم حركة، يعني المفصل يتحرك عشان أنزف، إنما الصفائح مش كده. الصفائح 2 اس ده للطلبة بقى، سبونتينيوس وسيفير. اس اس سبونتينيوس تلقائي وسيفير شديد، فبيبقى نزيف جامد جدا جدا. فيروح لدكتور دم او يعمل صوره دم الاول يشوف الصفائح كام، اذا كانت واطيه يروح لدكتور دم بسرعه جدا جدا، لان علاجه سهل ما هوش مشكله. قد يكون المشكله موضعيه، عنده مشكله في الانف، في دكاتره انف واذن ساعات يكو ساعات يديله دواء، بس هو لازم يعرض نفسه الاول صوره دم. طلعت نورمال جري على انف واذن، طلعت صفائح واطيه جري على دكتور دم. هناخد السؤال اللي جاي ده، يعني برضو سؤال مهم قوي الحقيقه، انه بيعاني حد بيعاني من خلال خلل في ضربات القلب وشعور بالالم في الصدر اثناء هذا الخلل، وسن صغير 24 سنه وهو مدخن. لا طبعا هجان عرض سخيف، عرض سخيف. يعني اي حد يا اخوانا من السامعين ينهج جري على الدكتور. الهجان ده من واحد نفسيا تعبان لواحد بيموت. الدكتور مظلوم يا عيني، لان اللي بيحكموا عليه اتنين والاتنين ما بيفهموش لا لا ده الطالب والمريض تلاقي واحد مثلا يقول لك ده دكتور ممتاز، ده سمعته طول كده يا عم الحاج. فانت الناس فاكره اللي يغيب في الكشف يبقى دكتور كويس، كويس ماشي على مهله، بس انا جبت اللي انا عايزه في ثانيه. بيعاني من عرض قد يعني البعض يطنشه وده كارثه، هي بيعاني من اسهال من 4 شهور مع وجود دم ومخاط بالبراز. حاله زي دي ملهاش غير منظار. ثاني اكسيد الكربون لما يذوب في الميه يعمل حامض كربونيك. حامض كربونيك ده حامض، ده حامض. طب ما انا عندي حموضه في المعد في الدم وكمان حامض كربونيك، يوم اغسله. اطلع ثاني اكسيد الكربون يوش، يوم يريح الحموضه، فهو بينهج عشان يتعالج. سن 24 لا يستبعد القلب بتاتا. طبعا هو مش كومن، يعني هيبقى الكومن سن 50 حول 50، لكن 24 يجيله، خاصة انه مدخن. بس يا ابني انت سامعني دلوقتي، احلف على المصحف ما تشرب سجاير تاني، احلف، لان ده انت بتنتحر. ابو العريف يا باشا انواع واشكال، في ابو العريف اللي بيعالج الناس كلها بالكروكومين، كل الامراض بتعالج بالكروكومين. انا ما اعرفش حضرتك سمعت عن حاجه زي كده؟ سمعت، بشوف اعلان كده الاقي كاتب مثلا 26 مرض بيتعالج بالكروكومين. انا ما اعرفش ايه هو الكروكومين اساسا. انا عارفه يعني بس مش بيعالج اي حاجه، قوت القلب والقولون والقولون والاكتئاب والارتكاريا والاكتئاب روماتويد روماتويد والزئبه الحمراء. أكيد النظر مهم جدا، وأكيد أكيد برضو أن النظارات أو النظارة الطبية شيء
لبعض او لكتير من الناس مزعج. ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده ميه بيضاء. دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. الميه بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه فبنشيلها ونحط مكانها عدسه ثانيه. عدد كبير من الدكاتره يقولوا لي مالكيش حل وده يعني حاجه مستحيله انها تتعمل لك، وفجاه كده دكتور يقول لي لا انت ليكي عمليه. فكان قرار صعب جدا، بس دكتور احمد بصراحه ساعدني ان انا اخد القرار يعني.